وصباح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الغربية وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 26 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 26-14، اسكندرية 24-14، العالمين الجديدة 24-14، مطروح 23-13، دمياط 26-15، بورسعيد 24-14، الإسماعيلية 28-13، السويس العظمى فيها 27 والصغرى 14، العريش 26-13، كاترين 19-7، طابة 22-14، حلايب 25-16، شلاتين 28-17، شرم الشيخ 27-17، الغردقة 29-17. هنروح للفيوم، العظمى فيها 27 والصغرى 13، بني سويف 28-12، الوادي الجديد 31-11، أسيوط 29-12، سوهاج 30-13، قنا 31-14، الأقصر 29-13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 31 والصغرى 15. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. نرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك. شكرا جزيلا.